بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الكلام في كتاب علوم الروح، فصل في الشيزوفرينيا وخروج النفس من الجسد، والتجربة التي قام بها الباحث السويدي الذي استطاع إثبات وتوثيق تجربته، والذي استنتج أنها نوع من الصرع وتأثر خلايا الجي بي اس في المخ التي تحدد مكان وحدود الجسد، وهي تابعة لحاسة اللمس وعدم الإحساس بالألم وعدم التذكر لما يتعرض له الجسد من شاج وكسور، بسبب أن النفس لم تكن في جسدها، وتألم النفس التي تحتل مثلا الجسد آخر. وأثبت أن الجن تتألم في مكان صاحب الجسد إذا تم ضربه وحرقه، وأن هذه حقيقة ولله في خلقه شؤون، والله أعلم. قوله الشيزوفرينيا الاصطناعية والصرع البؤري، توصل إليها عالم قلنا سويدي بوضع حوالي 20 كاميرا، ومنها كاميرات على شخص آخر نحو عينيه، فأين ينظر الآخر تتجه الكاميرات فيرى نفس الأشياء التي يراها التي الإنسان الذي على رأسه كاميرات، ولا يرى غير ذلك. فلما لمس يد الآخر الذي عليه كاميرات ظن أنه لمست يده، ولما ضرب شعر حتى بالألم وظن أنه هو المضروب، وهو بسبب خروج النفس اصطناعيا من جسد الذي كان يرى بعين الآخر، والله أعلم بالتجربة. فصل: كيف يفرق الإنسان بين الأحلام والأسفار النجمية وخروج النفس؟ الله يتوفى الأنفس في منامها بحاسة السمع عادة، فإذا كان في عالم من العوالم ويسمع كلام أمه فيرجع إلى جسده دون الاستيقاظ، ثم يرجع ثانيا ليعيش أحداث في العالم الموازي، ثم يعود إلى جسده مثلا إذا أحد الجيران صرخ، ثم يعود إلى ذلك العالم النجمي وهكذا. فلو كان حلما فعند كل عارض ينتقل إلى حلم آخر ويخرج عن الموضوع الأول، والله أعلم. والدليل على هذه الأسفار هو التروماتيزم الذي يصاحب الإنسان عند الاستيقاظ، والأعراض الخطيرة التي يتعرض لها من انخفاض وارتفاع في السكري وأعراض القلب أمراض القلب، وقد يصل إلى حتى الجنون والضغط الدموي. فالكوابيس هي أمور عاشتها النفس، وقد تكون أسفار وأمور مريعة عاشتها النفس. وكذلك بالنسبة للأمور الجميلة في الأحلام، حتى أن الإنسان يجد لذة الطعام ما زالت في فمه، فهو أكل وشرب بجسده الغير المادي، وهذا ليس حلما. وقد تعتبر هذه الأسفار كما وقد تعبر هذه الأسفار كما تعبر الأحلام، لأنها تتعلق بالماضي أو بمستقبل الشخص أو بمزاجه الذي يصل تأثيره إلى كل الأكوان الأخرى، والله أعلم. فصل: الإنسان وهو نائم يرى ويأكل ويمشي، مع أنه جسده ملقى على فراشه، فبأي جسد أكل ومشى سبحان الله ولله في خلقه شؤون. فصل في الصوم عن الكلام والنظر والطعام في كهف مظلم حتى الوصول إلى ما يسمى بالنيرفانا، وهو خروج النفس من الجسد وسفرها في الزمان والمكان إلى الماضي والمستقبل والسماوات والأبعاد والكواكب وغيرها، ثم الرجوع إلى الجسد مرة أخرى. وهذا موجود عند الهندوس والرهبان البوذيين في التبت، وكذلك طوائف المالاوية من تايلاند وغيره حتى اليابان وإندونيسيا. وقد تحدث عنه ابن خلدون ووصفه بالسحر والخزعبلات، والله أعلم. ويسمونه التأمل والتركيز للعالم الكوني، في العالم الكوني، أو كما يقولون، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الكلام في كتاب علوم الروح، فصل في الشيزوفرينيا وخروج النفس من الجسد، والتجربة التي قام بها الباحث السويدي الذي استطاع إثبات وتوثيق تجربته، والذي استنتج أنها نوع من الصرع وتأثر خلايا الجي بي اس.